فصل من الجحيم تعيشه تعز، ومن يطفئ كل هذه الحرائق المشتعلة هنا على أيدي جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع. فالوجه الثاني من الحرب سبب شائع لاختناق المدينة وجلب الموت على أكثر من صورة. إلى هنا أرسلت الميليشيا قذائفها، حيث استهدفت الشركة اليمنية لتصنيع المواد البلاستيكية التابعة لرجل الأعمال هزاع طه بمنطقة الحصب، التي تشهد مواجهات بسبب انتشار الميليشيا في أحيائها ومهاجمة المساكن. وبرغبات الجماعة الإنقلابية للخراب، باتت العوامل المتعلقة بجودة الحرب أقرب إلى جودة الحياة نفسها، إذ تتفنن قوات الرئيس المخلوع بإشعال الحرائق في المدينة التي لا تخلو إلا من لحظات هدوء. الصورة الخفية هنا ليست فقط لمن يموتون تحت أنقاض القصف أو يطالهم الحريق، فالآلاف من الموظفين والعمال في هذه المنشأة وغيرها حرموا من أعمالهم ووظائفهم التي تسببت الميليشيا بتدميرها. في الطريق تبدو علامات الدمار أكثر من أمارات البناء والسلام، وهو ما يجعل من المدينة ساكنة خرساء كمفجوع بقريب لا يعوضه الزمن. فوحدها الحرب تجلب الفجائع والخوف وترسل سحبها السوداء نذير الشر إلى السماء. طاقة الحرب تتجدد في تعز إذن، ولا ينحسر توتر المحافظة الحربي في ظل بقاء قوات صالح جاثمة على منافذ المدينة وأطرافها، وكل ما تقوم به قصف المدنيين وتوزيع قذائفها في كل الاتجاهات. خلال الأيام القليلة الماضية ومع استمرار القتال في أغلب الجبهات في حدود المحافظة وبعض الأحياء داخلها، إلا أن المدينة بدأت تندمج في تيار الحياة بشكل بطيء وجزئي، مصاحب لتقديم شحنة مساعدات للجنة الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية. ومع ذلك لم تنعم المدينة بلحظات وديعة أو هادئة، فالمشهد الذي لا يقدم إلا القشرة من الحرب في تعز كفيل أيضاً بنقل الصورة إلى أين تمضي الميليشيا بتدمير المدينة، إذ تقتل الجماعة الآن ما تبقى من مدنية المدينة، بل وتدمر وطناً. سخاء الحرب فيه مرعب.